mere yaare ram taaji taare haram shahr yaare ram taaji taare haram naubahari shafaat rakho salam naubahari shafaat تقوی طہارت
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. يا قرآن خانی ہوئی کلمہ خانی ہوئی ان سب کا سبا کھانا حاضر ہے میں تیرے پیلا کی شریف کا انعقاد ہوا جو کچھ تبدیلیں ہوئی ان کو سلا تو سلام قرآن اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں نے اپنے قرآن اور اس دیہا کو کسی کو مسکار کے لیے کہا ہے. مولا ان سب کا ثواب قرآن عظیم جو بھی الگ سے لوگوں نے پڑھ کے نظر کیا ہے اور یہاں جو بھی پڑھا کیا ہے ان سب کا ثواب روسی کے عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نور میں نظر ہے. آمین. میرے آقا کو سچ میں میرے آقا کی اخلاق مطہرات اولاد امجاد صحابہ کرام کل فائدہ تابعین تبع تابعین ائمہ اولیاء دین کی بارگاہوں میں اس کا ثواب نظر ہے.
حضرت سیدنا الحادث شاہ آفیات نور قابل ہے کہ کوئی بار نہ ہو اس کا ثواب نظر ہے قبول ہو جائے اور خصوصیت کے ساتھ میرے والد مقبول حضور سیدنا الحادث شاہ حافظ محمد حمید سما صاحب علیہ رحمۃ اللہ زبان کی بارگاہ میں اس کا ثواب اور نظر ہے. تو کجا من کجا مصطفیٰ خاتم المرسلین یا رحمت اللہ.